هذه البساطة الخضراء التي خرجت من داخل حي الوعر إلى نقطة التفتيش، والآن يتم تفتيش المسلحين مع ذويهم للوصول إلى هذه النقطة، ومن ثم يكون لدينا عدد نهائي ودقيق للمسلحين مع ذويهم الذين سوف يخرجون اليوم في إطار هذه الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لتسوية الوعر. اليوم الوجهة باتجاه ريف إدلب، لأن أغلبية من هم خارجون من داخل حي الوعر هم يتبعون لتنظيم أحرار الشام، هذا كان قرارهم. هي ثلاثة مناطق يتم الخروج إليها: مدينة جرابلس في شمال سوريا، وقلعة المضيق، وأيضا مدينة إلى ريف إدلب. أعتقد أن بالأسابيع القليلة القادمة، سواء ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع، سيكون هناك دفعة نهائية تخلي حي الوعر من السلاح والمسلحين، وتدخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة الأمنية وقوى الأمن الداخلي إلى الحي، ويعود الأمن والاستقرار كباقي أحياء مدينة حمص. نحن أمام آخر دفعة للمسلحين، الآن وصلت إلى هذا المدخل، وهو المدخل الغربي لمدينة الوعر، والعدد قبل أن يصعدوا إلى هذه الحافلة هو ما يقارب 1900 مسلح مع ذويهم. تقريبا عدد المسلحين الذين يحملون السلاح وصل إلى 400 مسلح. طبعا هنا الآن صعود المسلحين مع ذويهم إلى هذه الحافلات التي هي مخصصة لنقل هؤلاء باتجاه نقطة محددة، ومن ثم نقلهم إلى المنطقة التي تم الاتفاق عليها، وهي ريف إدلب. طبعا هذه الحافلات سوف يكون لها ترفيق من الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة، بالإضافة إلى تواجد للشرطة العسكرية الروسية المسؤولة عن هذه المصالحات، وهي من مصالحات حميمين. كنا معكم منذ ساعات الصباح الأولى في هذا النقل الحي والمباشر من مدينة حمص، وبالتحديد من مدخل حي الوعر الغربي، لخروج السلاح مع المسلحين مع ذويهم باتجاه المنطقة التي تم تحديدها، وهي ريف إدلب.